عمر جابر. عمر جابر الحقيقه الموسم دوت تاريخي. ليه؟ لانه لما يسجل او يساهم في صناعه 20 هدف مع الزمالك على مدار تاريخه اللي ممتد من 2009، عمر جابر في النادي من 2009 فيرست تيم، صنع 20 هدف الموسم ده بس، صنع 5، تخيل. للمره الثانيه على التوالي بيصنع، وللمره ال 20 في تاريخه مع الزمالك، وللمره الخامسه الموسم ده تحديدا عمر جابر بيصنع اهداف. موسم للتاريخ الحقيقه، على مستوى القياده وعلى مستوى الروح وعلى مستوى الاداء، وده المهم قوي، ان عمر من ساعه ما رجع من رحلته الاحترافيه ما قدمش موسم بالحلاوه دي الا الموسم ده مع الزمالك. والتفاهم كمان يا جليل اللي ما بينه وبين زيزو على فكره، اللقطه دي الصوره دي كان عمر جابر بيلقى تحيه الجمهور اللي نده عليه اول ما خرج بعد ماتش الاتحاد، بعد ماتش الاتحاد بالظبط، اثناء المباراه كانت لسه المباراه انتهت ونادوا عليه، لان عمر جابر الحقيقه يعني هو ليه غلاوه كده معينه عند الجمهور، لكن كمان لما يكون ده باداء مركز قوي فيه، فالحقيقه ويبقى علامه تعجب عدم انضمامه للمنتخب، وهفضل اقولها لان غريبه جدا. لكن بصراحة ان شاء الله يا جلالي كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق لعمر جابر ان هو يفضل مكمل على هذا المستوى، وان شاء الله باذن الله يقدم اكتر واكتر مع نادي الزمالك خلال الفتره الجايه.